في الغنى والتمثيل ناجح وفالح. والدك مات زعلان منك؟ الأغنية دي أنت عملتها عشان تتقرب من السلطة؟ أنا ما بتعاملش مع الحياة بحب وكره، أنا بتعامل بالمنطق وبالعقل. لو كنت رئيس الأوبرا هتمنع مين من الدخول؟ مش هتجاوب صح؟ الستات مقموصة من مدحت صالح، دي مهاترات. حسناء وسجارة وكاس أخروا مدحت صالح سنين كتير. طول المدة بين آخر ألبومين لمدحت صالح سببه مادي. مش أنا اللي اتأخرت 5 سنين، آخر ألبوم ليا كان بقاله سنة ونص. تعبتني جدا. ما هم السياسيين كده. شاهدوا يوميا في رمضان على شاشة القاهرة والناس برنامج شيف الحارة في الساعة 7:30 مساء. أهلا بكم في العاصمة. أم القاهرة والناس وكل الناس، رمضان كريم. إزاي الحال؟ من زمان ما روحتش نادي. حد قال لي إنهم فتحوا كده كافيه في وسط الجناين كده ولا كأننا في سويسرا. قلت طيب أروح أشوف سويسرا البلد دي حكايتها إيه. بصراحة أول ما دخلت استضتني أم الطفل بيتمرن في النادي وهات يا شكوى من كل حاجة في النادي، رغم إنه الكافيه كان جميل فعلا وحاجة روقان وفي وسط جناين وشجر ويعني مش موجود قوي في الحياة، إنما أنا بستغرب جدا من الستات اللي بتروح تودي ولادها تمارين في النادي وطول النهار يقعدوا يشتكوا. المية في حمام السباحة مش نظيفة، مواعيد التمرين وحش، هم مش واخدين بالهم ومش عاملين حساب ان عندنا حاجات تانية ولا ايه. او حتى لو الست قاعدة في البيت تقولك ايه انه يعني المكان سيء، حتى لو هي فاضية تقعد طول النهار بس ورق الشجر ماري المكان، صالة الجمباز التهوية فيها مش حلوة، صالة الكاراتيه تحت الارض. يعني مش معقول يا جماعة، أي حاجة وكل حاجة مش عاجبة أي حد. طب أنا طول الوقت بيشغلني سؤال للستات الهوانم دول، أنتوا من حقكم أن أنتوا تشتكوا وأنه ما فيش حاجة تعجبكم ماشي، طب فكرتي تعملي حاجة؟ فكرتي لما يبقى في انتخابات تترشح